دكتورة، متى نلجأ إلى التنظير؟ يعني الناس غالبيتهم لما يصابوا بأي عدوى أو التهابات في المسالك البولية، أمانة الثقافة السائدة في هذا الموضوع بأنه نلجأ إلى أخذ المضادات الحيوية. هلا مش كل إنسان صابه مرة واحدة في حياته التهاب للمسالك البولية بحاجة لمنظار. المنظار بيتم لأي إنسان، طفل، رجل، امرأة، اختيارة، أي إنسان في حياته يتكرر عنده التهابات البول أكثر من مرتين بالسنة. الأطفال طبعاً تكرارها مش مقبول لأنه ممكن يكون عندهم أي أسباب، فلازم أي طفل يتكرر عنده التهاب البول ينشاف من طبيب مسالك يتقيم ليش عنده التهاب بول. حتى الكبار بالسن في عنا مغلوطة بين المجتمع، هدول الستات الكبار عادي ببولوا بنقطوا بروحوا كتير على الحمام، صحيح، بيقوموا بالليل، لا هذا إشي طبيعي، لا صحيح. مش طبيعي. دكتورة، بنخلط بنروح على الطبيبة النسائية، وهي المشكلة عندكم حلها. مزبوط. المشكلة إنه طبيب الباطني بيعالج التهابات البول، طبيب النسائية للأسف بيعالج التهابات البول، حتى الطبيب العام بيعالج التهابات البول، وهذا إشي غلط، لأنه ترى ما تكرر التهاب البول عند أي إنسان، رجل، امرأة، طفل، لازم ينشاف من طبيب مسالك لنعرف ليش إحنا عم بتكرر عنا التهاب البول. الآن الغلطة الثانية إنه صار الناس يصير عند الإنسان حرقة أو الست يصير عندها شوية حرقة في البول، صار عندها شوية وجع، بتروح لحالها على الصيدلية أو بتحكي مع الطبيب على التليفون شو أخذ، يمكن طبيبها الباطنية، طبيبها العام، طبيبها النسائية، أخذي مضاد حيوي. هلا النقطة الثانية اللي بدي أحكي لك إياها إنه مش كل إنسان صار عنده حرقة معناته عنده التهاب بكتيري، معناته بده مضاد حيوي. في كتير ناس بيشكوا من حرقة من التهاب فطريات، في ناس بيشكوا لأنه بيكون عندهم التهاب مزمن في جدار المثانة، في ناس بيشكوا من حرقة لأنهم ما بيفضوا البول، صحيح. وهاي هي الأسباب اللي إحنا لازم نوصلها، نشخصها ونعالجها. ثالث إشي بنعمل زراعة بول، هل في فعلا بكتيريا ولا لا. هل إذا في بكتيريا بنبنى المريض على العلاج وبعدين بنعمل له التنظير. التنظير تشخيصي وعلاجي. يعني حالة مريضة اليوم صار لها 7 سنين بتعاني من حرقة في البول وبتشد لتبول. هلأ لقيت عندها بعد ما هي عانت وأخذت مضادات حيوية كثيرة إنه عندها تضيق في مجرى البول، وداخل المثانة في عندها قرحة. شو بيكون سبب تضيق مجرى البول؟ تضيق مجرى ممكن البول ممكن يكون خلقي؟ إله خلقي، ممكن يجي بالأطفال، يعني في أطفال عمرهم 2 و3 و4 عملنا لهم مناظير وسعنا لهم مجرى البول لأنه هذا بيجي خلقي. هلأ في الستات اللي بيصير عندهم حمل وولادة ممكن يصير من الالتهابات المتكررة يضيق مجرى البول مع الوقت. بالكبار بالعمر بعد ما تقطعها الدورة أو يصير عندها جفاف بيصير في تضيق. الناس اللي بيعملوا عمليات، اللي بيشيلوا الرحم، اللي بياخذوا هرمونات.